هل هناك فرصة يا كريم في المباريات القادمة؟ ولكن أنت كلاعب صعبت الموضوع على نفسك بشكل كبير جدا كجهاز فني ولاعبين يعني. هي مش أول مرة النادي الأهلي يخسر 5 نقاط في أول جولتين، يعني حصلت قبل كده وحصلت كتير، حتى السنة اللي فاتت حصلت بالخسارة من سان داونز والتعادل مع الهلال، كانت معكوسة بقى، يعني خسرنا من سان داونز وتعادلنا مع الهلال في السوق. لكن الفرق خسرنا من سان داونز هنا، خسرنا من سان داونز هنا بالظبط. الفرق إن إحنا السنة اللي فاتت نتائج المنافسين ساعدتنا بالظبط، يعني الهلال ما قدرش إن هو مثلا يكسب المريخ مثلا يعني، لكن المرة دي هو كسب القطن خارج ملعبه، وبالتالي بيدي مؤشر ان مباراه العوده ما بين الهلال والقطن في السودان منتهيه، يعني 9 وصل لنقطه 9، نادي الهلال السوداني سيصل للنقطه 9، وبالتالي اشوف ان النادي الاهلي لغايه دلوقتي واحنا بنتكلم الموضوع في ايدنا، مصيرنا الاربع مباريات، مصيرنا بايدنا، كسبت الاربع مباريات بس مش بس تاهلت، لا ده انت بنسبه كبيره هتتاهل متصدر، يعني لان سان داونز والهلال هيخسروا بعض، هيخسروا بس على حسب، ممكن سان داونز يكسب بالظبط. المباراه دي بقى خطيره جدا، ليه؟ في حال سان داونز والهلال في حاله لا قدر الله، لا قدر الله اتعادلنا مع سان داونز في بريتوريا، ساعتها مصيرك مش في ايدك. صح. ليه بقى؟ ساعتها هيبقى لو نادي الهلال كسب سان داونز اقرب للصعود، هيبقى كده انت مطالب بان التعادل بتاعك مع سان داونز في بريتوريا يبقى على اقل تقدير 2-2. ليه؟ انك في اخر الست مباريات هتلاقي نفسك تساويت مع سان داونز في النقاط 11-11، هي دي الخطوره. طيب احنا عندنا مباراه سان داونز فعلا سبحان الله، يعني الشوط الاول شيء، الشوط الثاني شيء، احنا عايزين ناكد على بعض النقاط اللي قلناها هنا فيما قبل المباراه، ان نادي سان داونز ما بيهاجمش غير من العمق، كل هجوم 90% من هجوم سان داونز من العمق. معانا صورتين بيوضحوا لنا رقمين خطيرين جدا من المباراه بصراحه، رقمين يعني لازم نقف عندهم كتير قوي يا كابتن اسلام، رقم خاص بالكرات العرضيه ورقم خاص بالتمريرات، يا ريت لو نستعرضهم عشان الارقام دي مهمه جدا لينا عشان مباراه العوده. كل الكلام اللي احنا هنقوله النهارده طبعا ان شاء الله مع الحلقه اللي قبل مباراه عوده سان داون، دي مثلا صوره النادي الاهلي ارقامه على الشمال يا جماعه، ونادي سان داونز ارقامه على لا يعني 90 91 ده اهلي، 54 ده سان داونز. الكرات الطوليه اللي احنا لعبناها في المباراه دي 91 كره طوليه، نادي سان داونز لعب 54. بس خلي بالك، نعم ده طبيعي او منطقي. تمام. ليه؟ لان سان داونز بيلعب خارج ارضه والنادي الاهلي بينفذ ايه؟ تمام، بينفذ ايه؟ الضغط العالي. كل ده انا مش مختلف عليه خالص، مش دي يعني مش دي المشكله اللي عندي، انا بس عايز اوصل لرقم مهم وهو الباسنج اكيوراسي بتاعنا واللونج باس برضو بورشز بتاعتنا. احنا بنتكلم النادي الاهلي عامل 91 تمريره طوليه في اسلوب لعب يفترض ان احنا عايزين نلعب على الاستحواذ اكتر. والرقم الثاني برضو ده انا عايز اتكلم عليه، رقم خطير جدا، هو الباسنج اكيرسي نفسه في التلت الاخير اللي هو يا جماعه اخر حاجه تحت خالص، اخر حاجه تحت خالص. نبص كده على نسب تركيز كل فريق في التلت الاخير من الملعب، 58% للنادي الاهلي مقابل 65% لنادي سان داونز. دي ده رقم لو احنا جبناه من مباراه القطن، ويعني ومسؤولي الكاف بصراحه عاملين شغل كويس جدا جدا جدا، مسؤولي الاتحاد الافريقي بيدونا احصائيات السنه دي من شركات كبيره جدا، وكل الارقام متاحه للجميع، يقدر الناس تقدر تاخدها فور فري. نادي سان داونز نسبه خطأه في التلت الاخير عندك 35% فقط، فده يبين لك قد ايه الفريق فعلا عنده لعيبه كوره تركيز. طيب دي واحده من الارقام الخطيره للغايه، وهو رقم الكروسز. نبص على الرقم اللي في السطر قبل الاخير، وطبعا زي ما قلت النادي الاهلي على الشمال ونادي سان داونز على اليمين، 29 احنا عاملين 29 كره عرضيه، سان داونز 5، نادي سان داونز عامل 5 بس، 5 جاب منهم هدف وجاب واحده كانت خطيره جدا في نهايه الشوط الاول وبس. الخمسه كاجمالي يؤكد لنا ان ده مش اسلوب لعبه، زي ما اتكلمنا احنا يا كابتن اسلام هنا في الحلقه اللي قبل المباراه، وقلنا ان نادي سان داونز هو له اسلوب واحد مع مكوينا، الراجل ده خلاص بيحاول يعمل برشلونه افريقيا وبينفذها بكل امانه،
بينفذها مع سان داونز احلى من بيتسو موسيماني. اللي يشوف سان داونز بيتسو موسيماني ومحاولته لتطبيق التيكي تاكا قبل ما يجي الاهلي ويقارنها بمكوينه دلوقتي، انا في وجهه نظري مكوينه متفوق، لعبه احلى كتير وكمان بيقدر يعمل افشنسي واجاده اعلى، حتى شفناها في مباراه القطن شفناها في مباراه الهلال، وقدامنا بكل امان الفريق فعلا كورته حلوه وخطير. وطبعا واحنا كنا حذرنا انا وثابت من كاسيوس مالولا، واتكلمنا على الولد ده وقلنا الولد ده خطير ولازم يتمسك كويس. وكل الامانه احنا يفترض، انا اللي مزعلني ان احنا كان في حاجات كتير قدامنا كنا ممكن نتجاوزها، بس احنا الشوط الاول ضيعنا 45 دقيقه. وجهه نظري الاعتماد ببلاي ميكر كان امر يعني فيه مخاطره كبيره جدا، ان كان لازم نلعب واحد ثالث في نص الملعب، وواضح الافشنس بتاعها في نهايه المباراه، ان احنا خلاص احلى حاجه فينا الشخصيه اللي حضرتك قلتها من شويه اللي احنا ما شفناهاش في ماتش الهلال. احنا دخلنا الشوط الثاني واحنا مضمون 1-0، في خلال 25 دقيقه قدرنا نجيب هدفين وضيعنا ركله جزاء. دي شخصيه النادي الاهلي لما كنا بدنيا واقفين صح، دي ما شفناهاش في ماتش الهلال. طيب المفروض بقى فعلا في نهايه المباراه كنا نلعب بحذر اكتر، وكنا كمان قبل ما نامن بثالث في نص الملعب كنا نامن بثالث في الدفاع. ليه؟ عشان اي تحليل اداء من بس خلي بالك الاصابات اللي حصلت طبعا اكيد اثرت، بس كان ممكن حامد فتحي يعملها كان ممكن حامد فتحي يعملها كثالث خصوصا ليه كابتن اسلام انت قلت مثلا، طب تشرح بتقول مثلا الكوره بتاعه الهدف الثاني بتاع ناي سان داونز غريبه، بس هم مصرين لا لان هو من العمق صح صح. نادي سان داونز يا جماعه ما عملش اي استرتش للملعب 90 دقيقه، ما فيش حد واقف على الخط. مكوين قايل لكل اللعيبه بتاعته يا جماعه احنا بنخترق العمق، بيحط اثنين واقفين بظهرهم للحارس بتاعك بيستنوا بظهرهم بيقعدوا يلفوا بيك، واثنين جايين من الجناب بيلعبوا للداخل جوه، واحد ده جاي من خط الوسط عاملين لك كارثه ومصيبه في عمق الملعب ملخبطينك جدا، واحنا بصراحه ما عرفناش حتى في الهدف الشوط الاول الحقيقه الشوط الاول ده كمان الشناوي بصراحه يعني بكل امان الشناوي يا جماعه شال كوره والله ما تتشال صح، والله ما تتشال مش ممكن شالها من المالوله ما تتشالش، بس في الاخر احنا خلاص الحمد لله قدر الله ما شاء فعل. وطبعا النتيجه انا بشوفها نتيجه سلبيه، محتاجين ان احنا فعلا بقى نقف ونشوف اللي جاي ايه اللي جاي ونحاول نصلح الاخطاء باذن الله.